مكافأة للترانسفورمر، عشان لما يجي قدام الترانسفورمر ده عايز اعرف مشكلته، ارسم له الدايره بتاعته واحط بياناتها عليها، وبعد ما احط بياناتها عليها احلل اداء المحول ده. طيب جميل. اول حاجه جبناها في الدايره قلنا ان الترانسفورمر ده فيه ملفات على الابتدائي وملفات على الثانوي. ملفات يعني اسلاك من النحاس ملفوفه. الاسلاك دي لها مقاومه كهربيه، يبقى في مقاومه كهربيه في الابتدائي وفي مقاومه كهربيه في الثانوي. طيب احنا قلنا الدايره بتاع المحول دي ما ينفعش نحللها في طرفين، بتوع الكهرباء بتوع الدواير ما بيقدروش يحللوا الدايره في طرفين. قلنا خلاص نقدر ننقل المقاومه من الابتدائي للثانوي او من الثانوي للابتدائي اللي يعجبني. بننقلها ازاي؟ والله ده زي ما نسبه تحويل الجهد في 1 على في 2 بتساوي اي 1 ان 1 على ان 2 بتساوي اي 2 على اي 1. قدرنا نطلع نسبه للمقاومه ان المقاومه بتاع الثانوي لو عايز اوديها الابتدائي هضربها في نسبه ان 1 على ان 2 الكل تربيع، ولو عايز اوديها الثانوي هضربها في ان 2 على ان 1 الكل تربيع. مش بس المقاومه، قال لي كمان الملفات دي اللي هي ملفوفه على قلبين المحول على الابتدائي وملفات الثانوي. احنا بنقول ان المجال المغناطيسي بيتولد في الطرف الابتدائي وينتقل كله للطرف الثانوي، يولد قوه دفعه كهربيه مستحسه، وده فكره عمل المحول. بس مش كل المجال بيمشي في القلب الحديدي زي يطلع يولد في الابتدائي يمشي كله فيروح للثانوي، لا، في مفاقيت في الملف في المجال المغناطيسي. ففي مفاقيت حول الملف بتاع البرايمر، وفي مفاقيت مغناطيسيه، مش مفاقيت كهربيه، مش حاجه محسوسه، لا، مش كل المجال المغناطيسي اللي بتولد في الابتدائي بيولد قوه دفعه كهربيه مستحسه عند الثانوي، لا، في شويه مجال كده بيبقى اسمه المجال الهارب الليكج فلكس. ده بيروح فين؟ بيلف حوالين الابتدائي كده بره الايه؟ بيطلع من الحديد يلف حوالين القلب كده. فالمجال ده بنعوض عنه بحاجه اسمها الليكج اندكتنس اكس ال، طبعا ال اللي بنحولها لاكس ال، جي اوميجا ال، احنا عارفينها من الدوائر دي. فخلاص هيبقى في اكس 1 واكس 2، الاكس 1 اللي هي جي اوميجا ال 1 والجي اوميجا ال 2. خلاص وبرده هنحولها بنفس المبدا. هل دي كل الدايره الكهربائيه المكافئه بتاعه الترانسفورمر؟ قال لي لا، في حاجات تانية لازم تتضاف في الدايرة الكهربية بتاعتي. ايه هي؟ قال لي حضرتك انت بتقول لي ان المفاقيد اللي عندك ار 1 وار 2 وال 1 واكس ال 1 واكس ال 2، والمفاقيد دي اي تربيع في ار. المفاقيد لما اجي احسبها اي تربيع في ار، يعني معنى ذلك ان الترانسفورمر ده لو انا وصلت الابتدائي بتاعه وما وصلتش الثانوي باي حاجه، سبته مفتوح كده في الهواء مفيش اي تيار بيمر، المفاقيد هتبقى زيرو؟ الترانسفورمر ده مش هيسحب اي كهرباء خالص؟ كفاءته هتبقى 100% طالما مفيش تيار؟ قال لي لا، انا ما بشغل الترانسفورمر عند النو لود في مفاقيد بتظهر عندي. ايه المفاقيد؟ قال لي القلب الحديدي بتاع حضرتك ده بيمر فيه مجال مغناطيسي وهو من الحديد، والحديد ماده بتوصل الكهرباء، فما يمر المجال المغناطيسي بيولد تيارات جوه الحديد نفسه اسمها التيارات الدواميه، عشان بتكون في شكل دوامات، لان المجال بيمر كده فهي بتبقى عموديه عليه فبتبقى في شكل دوامات، واللي بتسبب تسخين القلب الحديد. فالمفاقيد دي عاوز احط لها اعتبار في الدايره الكهربيه، لان انا وانا مش مشغل المحول خالص بسحب منه كهرباء وفي مفاقيد موجوده، فانا عايز اعبر عن المفاقيد دي، هعبر عنها بمقاومه كهربيه، وهنشوف بنحسبها ازاي. طيب ده بالنسبه للقلب الحديدي. في كمان حاجه في القلب الحديدي مغناطيسيه. ايه هي؟ مش كل المجال المغناطيسي اللي مار بيوصل كامل مكمل بكل ما بياناته. قال لي ليه؟ قال لي حضرتك الحديد ده لو انت ركزت، لو انت قرات في المغناطيسيه شويه هتلاقي ان في حاجه، ان المغناطيسيه دي هي عباره عن ترتيب لجزيئات الماده في اتجاه واحد، بيبقى كده الماده دي ممغناطه او عامله زي المغناطيس. لو الترتيبات مختلفه او الاتجاه المغناطيسي بتاع بتاع الذرات مختلف، الماده مش مظبوطه او الماده مش مغناطيس. الحديد اي حديد ممكن يبقى مغناطيس، بس رتب جزيئاته في اتجاه معين. بتعمل الكلام ده ازاي؟ اما تعمل حواليه ملف يبدا يرتبه. قال لي ما فيه وقت بيتاخد وقدره وجزء من المجال بيتاخد او بياخد وقت ان هو يعمل ايه؟ يعمل ترتيب للماده ويرجع يلغي الترتيب. هتقول لي ازاي يعمل ترتيب؟ ما هو المجال بيتعمل مره واحده. اقول لك لا، احنا بنشتغل في دوائر تيار ايه؟ متردد. يعني انا كل يعني التيار بيعمل كده، المجال المغناطيسي اللي متولد بيعمل ايه؟ بيعمل كده. يعني انا كل شويه عايز المجال يبقى لفوق وبعدها بشويه يبقى لتحت، يبقى موجب ويبقى سالب. ففي وقت دايرة اسمها الهستريسيس لوب، اكيد خدتوها في الفيزياء، دي بتعوق او دي موجودة جوه الترانسفورمر بتاعي، موجودة جوه القلب بتاعه، فلازم اعوض عن الهستريسيس دي بحاجة، هعوض عنها باكس او اكس ال، باندكتنس او بمفاعلة حسية. قال لي كمان
فحاله النلود في مفاقيد قليله جدا في الابتدائي بتاع المحول، مش المحول عمال يغذي اللصص اللي موجوده في المحول، مش متحمل خالص، معلش لود اوبن سيركت، الحمل بتاعه مش موجود، بس جواه مفاقيد فين؟ في القلب الحديد. قال لي كمان المفاقيد دي بتمرر تيار في الابتدائي مسحوب من المصدر، صح؟ عشان في مفاقيد يبقى اكيد في تيار، عشان باور ماشي هتغذي المفاقيد دي. قال لي التيار الصغير قوي ده بيعمل كبر لوسس فين؟ في الملف الابتدائي اللي هو متوصل بالمصدر الثانوي، معلش اي حاجه لان مفيش فيه تيار. فاحيانا بنعتبر وجود افيري سمول اماونت اوف كبر لوسس دي بنهملها. يعني الكبر لوسس اللي احنا متكلمين عنها من شويه اللي هي دي بيبقى موجود منها جزء صغير في حاله النلود، احنا بنهمله لان بقى صغير جدا. طب هنعوض عن التيارات الدواميه دي ازاي، هي والهيستريسيس دي في الدايره الكهربيه؟ قلنا التيارات الدواميه هنحط مكانها مقاومه هنسميها ار او، وهنحط كمان مكان الهيستريسيس لوب اكس او، وبيتوصلوا على التوازي، ويا اما الراجل يجيبهم لك محطوطين في دايره الابتدائي يا اما محطوطين في دايره الثانوي، يا تحطهم في الابتدائي يا تحطهم في الثانوي. فلو لقيتهم في الابتدائي هتكمل انت حساباتك كلها فين؟ هتنقل الاثنين الصغيرين دول الابتدائي، انت ممكن تنقل ده كله الثانوي، يا اما تجيب دول بس تحولهم لابتدائي وتكمل حساباتك في الابتدائي او في البرايمري سايد. يبقى انا دلوقتي بقى عندي الدايره الكهربيه الكامله بتاع الترانسفورمر، مقاومه في الابتدائي بتاع الملف ومقاومه للثانوي بتاع الملف، ليكج فلكس للابتدائي وليكج فلكس للثانوي، مجال هارب في الابتدائي ومجال هارب في الثانوي، تيارات دواميه بعوض عنها بمقاومه ار او بحطها في الابتدائي او في الثانوي لان هي في النص في القلب بتاعي، احطها هنا هنا. طبعا اما اتحط هنا برقم واما اتحط هنا برقم ثاني، انتوا عارفين نسبه التحويل، فالراجل لما يجيبها لي في الابتدائي يبقى لها رقم وفي الثانوي يبقى لها رقم. وكمان الاكس او او المفاقيد او الهستريسز او جزء الهسترة اللي بيحصل جوه القلب بتاع الترانسفورمر بتاعي بنعوض عنه بمحسن. طيب دي دايره المحول الحقيقيه، ده في الاوبن سيركت، انا برسم الدايره بصفه عامه، انا كده انا كنت بعمل اوبن سيركت عشان اطلع المفاقيد دي لوحدها، طلعتها خلاص دي الدايره الكليه بقى بتاعه ترانسفورمر في اي ظروف. طيب عايزين بقى نعرف ازاي بنجيب البيانات دي. انا اشتريت ترانسفورمر او صممت ترانسفورمر، مش معنى ان انا مصمم وعارف الحسابات يبقى القيم هتطلع مظبوطه، لا اكيد في اختلافات في قيم في التصنيع، فانا عايز اختبر المحول بتاعي، عايز اعرف بياناته عشان اكتب اقول له انت ايه اللي كذا ودي كذا. افرض مثلا المحول ده 60 هرتز وانا عايز اشغله على 50 هرتز. طيب جميل. قال لي خد بالك في حاله النلود اول حاجه هنعمل حاجه اسمها النلود تيست. هنيجي في النلود. هل المقاومه والملف دول لهم لازمه ودول لهم لازمه؟ في حاله النلود ده مفصول مفيش تيار يبقى ده مش موجود، مش هيفيه باور. وكمان ده صغير جدا بنهمله. يبقى الدايره الكهربيه المكافئه بتاعه الترانسفورمر في حاله النلود عباره عن ايه؟ عباره عن المقاومه ده اهي والمحاسه ده اهي. فنقدر في دايره النلود لو عملنا اختبار هنشوفه كمان شويه نقدر نقيس القيم دي. بعد كده الترانسفورمر ايكوفلنت سيركت، قلنا خلاص الترانسفورمر ده اهو الدايره الحقيقيه بتاعته اهي. طيب دي الدايره الحقيقيه، هل دي اللي هعمل عليها حساباتي؟ هل دي اللي انا هفضل احلل عليها واعمل عليها المسائل بتاعتي؟ لازم ابسطها. هبسطها ازاي؟ اول حاجه هنقل الحاجات اللي في السكندري دي اجيبها الابتدائي، بقت الدايره كلها في طرف واحد. هعمل كمان حركه ثانيه، ايه هي؟ دي بقت الدايره بتاعه ترانسفورمر في طرف واحد ودايره كهربيه سهله جدا. انا احيانا بقول عشان ابسط البيني على نفسي اكتر وتكون حساباتي اسهل ان انا ممكن اجمع دي مع دي واعدي دي في الاول، بدل ما هي شبكه في النقطه دي تشبك في اول نقطه على في البرايمري. طب وده هيفرق يا باشمهندس؟ اه هيفرق في الدايرة الإكزاكت هيفرق، بس في الحسابات بتاعتي لو أنا اشتغلت بالدايرة التقريبية قيمة اللوسز أو قيمة الآي في آر أو الفولتج دروب في المنطقة دي صغير جدا مقارنة بالمنطقة دي، فأنا ممكن تقريبيا أحول الجزء البارلل ده أخليه في الأول. طب لما خليت الجزء البارلل في الأول أنا استفدت إيه؟ استفدت إن ما بقاش عندي تيار بيتقسم أو ما بقاش عندي حسابات صعبة، بقت المسألة عندي مسألة بسيطة جدا. دي الدايرة اللي هنشتغل عليها يا شباب، دي الدايره المكافاه بتاعه ترانسفورم، بس عباره عن مقاومه وملف على التوازي بنعوضه مفاقيد الحديديه الايرن لوسز او مفاقيد القلب الحديدي،
ومقاومة وملف على التوالي بيعوضوا كل المفاقيد النحاسية اللي هي بتاع البرايمري وبتاعة السكندري. طيب دي الدائرة الكهربية المكافئة بتاعة الترانسفورمر. طبعا الار اكويفلنت هي الار برايمري والار سكندري داش اللي متحولة، والاكس برايمري والاكس برايمري والاكس سكندري داش اللي متحولة طبعا بنسبة التحويل. تعالى نحسب او نعرف ازاي هنحسب الار او والاكس او هنجيبهم منين، والار سيريز والاكس سيريز هنجيبهم منين عشان نرسم الدايرة بتاعتنا ونحسب كفاءة المحول ده ونشوف المحول ده كويس ولا مش كويس، سليم ولا مش سليم. في الاوبن سيركت انا هدفي منه ان نحسب النولود لوسس اللي احنا قلنا عبارة عن ايه، مفاقيد القلب الحديدي بس، اللي هي عبارة عن ايه، ار او واكس او بس والباقيين مش موجودين. قال لي عشان تعمل الدايرة دي حضرتك قدامك اختيار من اتنين، المحول له طرفين، طرف هاي فولتج وطرف لو فولتج، طرف جهد عالي في لفات كتير وطرف جهد منخفض في لفات صغيرة. انت الوقت هتشغل المحول ده فين؟ عند النولود، مش هتوصل اي حمل. انا الوقت هختبر المحول ده في المعمل بتاعي، ممكن يكون المحول ده عملاق بيحول مثلا من 220 فولت ل 11 كيلو فولت، من 11 كيلو ل 220. طيب انا هعمل الاختبار بتاعي عند ال 220 فولت ولا عند ال 11 كيلو؟ قال لي بص الهدف من التجربه دي ان انا طبعا احسب النولود لوسز اللي هي الار او والاكس او. طيب بعد كده في طرف من الطرفين هيتساب اوبن سيركت، والطرف الثاني هركب عليه الاجهزه بتاعتي اللي هي عباره عن ايه؟ وات ميتر يقيس الباور، فولتميتر يقيس الجهد، واميتر يقيس التيار بس. جهد وتيار وباور دول اللي بعرف اقيسهم في الكهرباء. دايما بنسيب مين اللي اوبن؟ از كونفشنالي بات يوزد هاي فولتج وايندنج. دايما بنسيب الهاي فولتج وايندنج هي اللي اوبن سيركت. ليه؟ لان انا هسيب الترانسفورمر اوبن سيركت واعمل له اختبار، يعني هفضل اوصل الجهد للجهد الريتد بتاعه. للجهد مين؟ الريتد بتاعه. طيب انا دلوقتي هعمل اختبار اوصل الترانسفورمر لقيمه الجهد بتاعه. طبعا التيار قليل جدا لان انا شغال ايه؟ اوبن سيركت، مفيش حمل على المحول، فكده كده مفيش تيار هيسحب كبير، فكده كده التيار مش هيفرق معايا. فالاساس عندي ان انا اعمل الاختبار بتاعي، اروح اعمله عند الجنب اللي محتاج مني 11 كيلو ولا اعمله عند الجنب اللي مطالب مني 220 فولت. فدايما بنعمل التجربه دي عند اللو فولتج سايد. دايما بنعمل التجربه دي فين؟ عند اللو فولتج سايد. ليه؟ عشان احنا محتاجين نعمل التجربه عند جهد مناسب يؤدي الاداء وما نكلفش المعمل بتاعنا وما نعملش تجربه خطيره. 11 كيلو دي يعني انت توصل 11 كيلو عندك في المعمل، ده دنيا ثانيه، ده حوار ثاني خالص. يبقى اول حاجه بسيب الطرف الهاي فولتج مفتوح واروح اوصل الاجهزه بتاعتي عند اللو فولتج واسلط جهد. هتقول لي يا باشمهندس افرض المحول ده بيجي له الكهرباء من الطرف ده، على فكره المحول مش بيفرق معاه، يجي له الكهرباء من اليمين يجي له الكهرباء من الشمال مفيش مشكله، كده كده هو محول يا بيرفع يا بخفض الجهد. طيب عملنا التجربه، طبعا دي الدايره الكهربائيه المكافئه. هتقول لي يا باشمهندس ما الدايره دي كان فيها جزء هنا راح فين؟ ما احنا قلنا احنا شغالين اوبن سيركت والجزء ده بيهمل لان مفيش فيه تيار هيمر فمفيش فيه اي حسابات. خلاص يبقى انا دلوقتي هبدا احسب القيم دي. انا كل اللي بقيسه ايه؟ الجهد الفي اوبن سيركت ده او الفي برايمري، والتيار اللي داخل مش تيار المقاومه ولا تيار الملف، التيار اللي داخل، وكمان الباور بتاع الدايره كلها. طبعا اول حاجه هتقولها لي الملف ده بيسحب باور؟ في حاجه اسمها باور في ملف او مكثف؟ لا، الباور في المقاومه بس. معنى ذلك ان انا التيار جاي ان انا مسلط مصدر جهد هنا، فالتيار داخل من مصدر الجهد يغذي الترانسفورمر ده. ايه؟ الطرف الثاني بتاع المحاول ده المفروض هيوصل لي كهرباء للحمل، مش موصل على اي حمل، فهو اوبن سيركت. اول حاجه تيجي في بالك
ان انا عندي اول حاجه عايز افهمها، انا عندي باور، ممكن اقول ان الباور دي اي تربيع في ار، بس الاين هو اللي بيمر في المقاومه، دايما اي تربيع في ار التيار اللي بيمر في المقاومه. طب التيار ده هو اللي اسمه اي دبليو، ده هو انت عارفه؟ لا مش عارف. طب الاي ام انت عارفه؟ لا مش عارف. انا عارف مين التيار اللي هو مجموع الاثنين دول، مجموع الاثنين دول اللي انا قايسه، والجهد على الاثنين دول انا قايسه. هتقول لي طب ما انا ممكن اقسم الجهد لان الملف والمقاومه على التوازي، فاقسم الجهد على قيمه المقاومه. انا ما معيش قيمه المقاومه، انا عامل التجربه عشان اعرف قيمه المقاومه، عامل التجربه دي عشان اعرف قيمه المقاومه وقيمه الملف. طيب قال لي بص كده، انت معاك الباور صح؟ ممكن بمنتهى البساطه اقول له الباور هي عباره عن اي تربيع في ار او في تربيع على ار. طب انا معايا جهد المقاومه؟ يبقى في تربيع على ار بتساوي البي، جبت الار. طب عايز اجيب الاكس، قال لي ثانيه واحده، مش الار والاكس دول مع بعض في دايره واحده ايا كانت توصيلتهم؟ يبقى محصلتهم اسمها ايه؟ زد. الزد بتساوي واحد على ار زائد واحد على اكس، واحد على زد بيساوي واحد على ار زائد واحد على اكس. دي صعبه يا باشمهندس وهتبقى حوره. في حل تاني اسهل؟ في حاجه تانيه اسهل. طب ما تيجي نفكر كده، انا معايا الباور، الباور عباره عن ايه؟ اي تربيع في ار، قلنا مش هنستخدمها، مش هتنفع، هتوقفني في النص. في اي كوزين فاي، معايا في واي، الفي بتاع المصدر والاي بتاع المصدر وكوزين فاي، معايا الفي والاي ومعايا مين؟ الباور. يبقى عرفت اجيب مين؟ الكوزين فاي. يعني عرفت اجيب مين؟ الزاويه فاي. طب استفدت ايه بالزاويه فاي؟ لا استفدت حضرتك التيار اللي انت قايسه ده، الار ام اس ده مجموع تيارين، تيار مقاومه وتيار ملف، وانت عارف ان تيار المقاومه بيبقى ماشي مع الجهد فين؟ مفيش بينهم اي زاويه، وتيار الملف بينه وبين الجهد زاويه كام؟ 90 درجه. التيار اللي انت مطلعه ده عامل زاويه، طب ما هو التيار ده عباره عن ايه؟ تيار المقاومه اللي ماشي مع الجهد اي ار، وتيار الملف اللي متاخر عن الجهد، ده التيار بتاعك اللي انت عامل له ميجر. فانت قست الزاويه دي في اي كوزين فاي، قدرت تحسب الزاويه دي، خلاص يبقى التيار الكلي لو اتضرب في كوزين فاي يديني مين؟ تيار المقاومه، ولو اتضرب في ساين فاي يديني مين؟ بس خلاص. يبقى انا بعد ما عرفت الزاويه فاي قدرت اجيب تيار المقاومه وتيار الملف، معايا جهد المقاومه وتيار المقاومه صح؟ الجهد على تيار المقاومه يديني قيمه الار، الجهد على تيار الملف يديني مين؟ قيمه الاكس ال. شكرا. يبقى التجربه دي لما سلطت جهد يساوي الجهد الريتد او الجهد الاسمي او الجهد اللي هيشتغل عنده الترانسفورمر، وقست كلا من جهد وتيار وباور، وده اللي بعرف اقيسه في الكهرباء، بقيس جهد وتيار وباور من بره خالص، قدرت من خلالهم اول حاجه الباور بتساوي في اي كوزين فاي، عرفت اجيب الزاويه فاي، قلت ده في مقاومه وملف على التوازي، وانا عارف ان تيار المقاومه وتيار الملف متعامدين، لان تيار المقاومه ماشي مع الجهد بالظبط، تيار الملف متاخر ب 90 درجه، يبقى التيار المحصل بتاعهم هو مجموع اتجاهي قفله المثلث او القطر بتاع متوازي الاضلاع اللي في النص ده. خلاص اي كوزين فاي يديني تيار المقاومه، اي ساين فاي يديني مين؟ تيار الملف. وبالتالي قدرت بمنتهى البساطه احسب او اعرف قيمه الار والاكس او الاوبن سيركت ايكويفالنت بتاع الترانسفورمر او المفاقيد الحديديه. خلاص بقى اما اشغل الترانسفورمر يقول لي الترانسفورمر سحب كذا، اقول له ما انا عارف الار، اروح راسم الدائره المكافئه، حاسب تياراتي، حاسب كل حاجه، وانا عارف قيمه الار، فبالتالي اقدر اجيب المفاقيد الحديديه. في ملاحظه، المفاقيد الحديديه ده اهي اللي هي الايرن لوسز ده اهي اللي هي اي تربيع في ار او، او مين القانون التاني بيقول ايه؟ في تربيع على ار او، بتعتمد على ايه؟ قال لي المفاقيد دي من الدايره المكافئه ومن كل حاجه، مهما كان تيار الحمل بتغير هي تيارها معتمد على مين؟ جهد على قيمه التيار اللي داخل اهو بس، او في تربيع على ار، صح؟ مش دي الباور؟ مهما تيار الحمل اللي ماشي هنا يتغير، الجهد بتاع المصدر هيتغير؟ الجهد اللي انا مشغل منه الترانسفورمر هيتغير؟ لا مش هيتغير. فدايما المفاقيد الحديديه ثابته. الترانسفورمر متحمل 20% المفاقيد الحديديه ثابته، متحمل 0% المفاقيد الحديديه ثابته،
متحمل 1000000% المفاقيد الحديديه ثابته. يبقى الكبر الايرن لوسز او مفاقيد القلب الحديدي بتاع الترانسفورمر اللي هي بتساوي اي تربيع في ار او، اي اللي بمر في المقاومه او في سورس تربيع على ار، دي مفاقيد ثابته لا تتغير مهما تغير التحميل. انت عارف تغير امتى؟ لو انا مشغل المحول ده 220/11 اروح اشغله 110 وهكذا، يبقى انا غيرت الجهد، انما دايما الترانسفورمر بيشتغل عند جهد ثابت، فدايما المفاقيد الحديديه بتاعتي ثابته مش بتتغير. طيب تعال نشوف النوع الثاني من المفاقيد، ازاي اقدر اقيس بقى المفاقيد النحاسيه، مقاومه الابتدائي ومقاومه الثانوي والكلام ده كله. طبعا في مثال مساله بسيطه كده على التجربه دي، انا ما رضيتش اجيب مسائل على الدائره المكافئه عشان ايه، هنبقى نجيب عليها مساله بسيطه في الاخر كده، لان المسائل اللي في المرجع على الدائره المكافئه كلها معتمده على الاكزاكت ايكويفالنت سيركت مش الدائره اللي احنا مبسطينها دي. فهنشوف مساله او اتنين بساط عشان ما نكترش برده المسائل في الشابتر، ان شاء الله الشابتر ده يخلص المحاضره الجايه عشان نخش في اللي بعده بقى. النولود تيست، في النولود تيست سنجل فيس ترانسفورمر ذا فولوينج تيست داتا وير اوبتيند برايمري فولتج جهد الابتدائي كام؟ 220 والسكندري فولتج 110 والبرايمري كارنت ب 5/10 والباور انبوت ب 30 فوات. هو عمل التجربه فين؟ عند البرايمر ولا عند السكندري؟ سيبك من القانون الاساسي اللي بيقول التجربه بتتعمل فين، من البيانات اللي الراجل عاملها. لا الراجل بيقول لك البرايمري كارنت، يعني التيار جاي من الابتدائي، يبقى الثانوي اوبن سيركت، يبقى كل حساباتي موجوده فين؟ يبقى المقاومات اللي هحسبها منسوبه لمين؟ المساله دي عشان نفتكر الحته دي، كل الحسابات اللي انا عاملها طالما التيار جاي في البرايمري والباور متقاس عند البرايمري والجهد عند البرايمري، يبقى النواتج بتاعتي هتبقى منسوبه لمين؟ اما اجي ارسمهم ارسمهم في البرايمري، الارقام اللي هطلعها ارسمها في البرايمري. اول حاجه بقول لي تحسب الترنز ريشيو، طبعا دي مالهاش دعوه بالتجربه، 220 على 110 2 الى 1 للترنز ريشيو خلاص. ذا ماجنتايزنج كومبوننت اوف نولود كارنت، ما النولود كارنت له تيارين، تيار ريزيستيف اللي هو بتاع الاي دي كارنت وتيار اي ام اللي هو الماجنتايزنج كارنت بتاع الهستريسز، ده بيساوي كام وده بيساوي كام؟ طبعا هعرف احسبهم من معادله الاوبن سيركت، انا معايا جهد وتيار وباور، بي بتساوي في اي كوزين فاي، جبت الزاويه فاي شكرا، اي كوزين فاي ده التيار بتاع المقاومه، اي ساين فاي ده التيار اللي انت عايزه الماجنتايزنج كارنت. بعد كده اتس وركينج او لوسز كومبوننت، التيار اللي بيسبب لوسز، التيار اللي بيروح في المقاومه، التيار بتاع الايدي كارنت، ما انا لسه جايبه اي كوزين فاي. بعد كده ذا ايرن لوسز، سيبك من ريزيستنس اوف برايمري دي، عايز الايرن لوسز، اجيب الايرن لوسز ازاي؟ اي تربيع في ار، الاي ان ايه بقى؟ التيار اللي بمر في المقاومه، عايز تريح دماغك وتنسى التيار اللي بمر في المقاومه وفي المسائل بعد كده ما تحسبوش، تستخدم القانون مين بس، يبقى في تربيع على ار اضمن لك اهو. طبعا هو بعد كده برايمري كبر، هو حسب الكبر لوسز بتاع البرايمري، سيبك منها احنا عايزين بس نحسب الايرن لوسز. انا شلت الجزء بتاع الايرن لوسز للاسف، شلت اتفضل الايرن لوسز يا شباب. على فكره الايرن لوسز في الدايره بتاعتنا في الحسابات بتاعتنا، سيبك من الناتج ده، الايرن لوس ب 30. على فكره الايرن لوسز لو الراجل جاب لي النولود لوسز هي نفسها الايرن لوس، مهما تحمل مهما تعمل هي ثابته، لان في تربيع على ار هتطلع بال 30 لان انت حاسب ال 30 من هنا. تمام؟ بعد كده الشورت سيركت تيست، انا عايز احسب بقى مفاقيد الكبر، قال لي بعد اذنك هنجيب طرف من طرفين المحول ونروح مربطينه في بعضه. يا باشمهندس ده شورت سيركت، ده لو وصلت كهرباء هيولع في الدنيا، هو انا اروح اوصل كهرباء الراتب بتاع ترانسفورمر؟ ده انا هوصل جهد صغير جدا وابدا اعمل حساباتي، ازود الجهد شويه بشويه صغير برضه لحد ما اوصل لكام؟ لحد ما اوصل للتيار الراتد. ليه؟ عشان احسب المقاومات بتاعتي عند الجهد والتيار اللي هيشتغل عندهم الترانسفورمر، فلازم اوصل للتيار الريتد. قال لي استنى، طب انا عندي محول 11 كيلو فولت ل 220 فولت، احط الادوات بتاعتي عند ال 11 كيلو ولا عند ال 220؟ انا الوقت الجهد ما يهمنيش في حاجه،
انا اللي يهمني ان التيار يكون صغير. طب ال 11 كيلو تيارها عامل ازاي بالنسبه ل 220؟ لا ده ال 11 كيلو هي اللي تيارها صغير وال 220 اللي تيارها كبير. فبعد اذنك اجي عند اللو فولتج سايد واروح عامل عليه ايه؟ شورت سيركت، اروح قافله كده واعمل حساباتي كلها فين؟ عند الهاي فولتج سايد. خد بالك، يبقى التجربه دي بتتعمل في نفس المكان اللي اتعملت في التجربه اللي فاتت. يعني معنى ذلك انك هتجيب جزء من المقاومات عند طرف والجزء الثاني عند طرف ثاني. فوانت بتجيبها ابقى افتكر ان في احد المعادلتين وانت بترسم الدائره المكافئه هيتحول اهو. طبعا انا محتاج بقى احسب الزد برايمري والزد سكندري اللي هي الار برايمري والاي سكندري، دول اللي قبل كده الار او والاكس او اتحسبهم. بعد كده انا عايز احسب مين بقى؟ الكبر لوسز ات فول لود عند الجهد بتاعي الاسمي، عند الشغل بتاعي، عند الترانسفورمر وهو متحمل بالحمل الكامل بتاعه. طبعا احنا بنجيب التوتال بتاعهم او بنجيب المحصله بتاعتهم على طول. طيب رسمت الدايره بتاع الترانسفورمر في الحاله دي، انا جيت على الطرف اللي انا مش شغال عنده ورحت عامل عليه شورت سيركت، وصلت السلكين ببعض، وجيت على الطرف بتاعي اهو اللي هشتغل عنده، رحت اقيس الجهد والتيار والباور. بعد اذنك بقى انا عايز احسب مين؟ ار ايكويفالنت واكس ايكويفالنت. اجيب الار ايكويفالنت منين والاكس ايكويفالنت منين؟ انا معايا جهد وتيار وباور. قلت لا استنى كده بالراحه، اي تربيع في ار بيديني مين؟ الباور. انا عندي كام تيار في الدايره دي؟ واحد، يبقى هو تيار المقاومه الحمد لله. انا معايا الاي ومعايا الباور، اعرف اجيب مين؟ الار. طب لو قسمت الجهد على التيار يديني مين؟ في على اي يديني مين؟ يديني الزد. زي على اي في الاي سي بيديني زد، ما بيدينيش ار بس، بيديني الزد كلها. بس انا لحسن حظي الدايره سيريز وانا عارف ان الزد عباره عن ايه؟ ار زائد جي اكس، او الجذر التربيعي لار تربيع زائد اكس تربيع. طب ما انا معايا الزد في على ار، ومعايا الار اللي انا لسه حاسبها من الباور، فيبقى الجذر التربيعي الزد تربيع ناقص ار تربيع بيساوي مين؟ الاكس. وبكده انا الحمد لله قدرت اوصل للابروكسيميت ايكويفالنت سيركت بتاع الترانسفورمر بتاعي من التجربتين. طبعا طبعا الكبر لوسز او المفاقيد النحاسيه بتساوي اي تربيع في ار واحد واي تربيع في ار اتنين، او بنشتغل بالمعادله دي على طول، اي ريت التربيع في مين؟ الار. في ملاحظه بقى لازم تكتبها على المفاقيد النحاسيه، المفاقيد النحاسيه دي بتعتمد على مين؟ على الجهد ولا على التيار؟ على التيار. يعني كل لما تيار الحمل بتغير المفاقيد دي بيحصل لها ايه؟ بتتغير. طب النسبه بينها وبين تيار الحمل نسبه عاديه ولا نسبه تربيعيه؟ طيب واخد بالك ان هي نسبه تربيعيه صح؟ الباور اللي راح للحمل بتساوي ايه؟ في اي كوزين فا. الباور اللي راح للمفاقيد بتساوي ايه؟ اي تربيع في الار بتاع المفاقيد. فاذا كانت الباور بتعتمد على اي، فالمفاقيد النحاسيه بتعتمد على مين؟ على مربع التيار. الباور نفسها بتعتمد على قيمه التيار، المفاقيد النحاسيه بتعتمد على ايه؟ مربع التيار. افتكر دي عشان نحتاجها. نشوف المثال ده كده، بيقول لك خد بالك الاوبن سيركت تيست، ومش هيكتب لك كده في الامتحان، هيقول لك عند، مش هيقول لك عند اللو فولتج سايد، لا الاوبن سيركت تيست هو موضح لك ان هو بيتعمل عند اللو فولتج سايد. حساباتي دي كلها اقيسها عند الجنب اللي جهده قليل عشان اقدر استخدمها. الشورت سيركت تيست لا انا عايز الجنب اللي فيه تيار صغير، فاعملها عند الهاي فولتج سايد. طيب بعد اذن حضرتك تعرف تحسب البرايمري بارامترز اوف ذا ايكويفالنت سيركت تو ريفيرد تو ذا لو فولتج سايد، يبقى انا هعمل حساباتي كلها منسوبه لمين؟ لللو فولتج سايد. الحمد لله التجربه الاولانيه منسوبه لللو فولتج سايد، منسوبه للطرف اللي هو 200 فولت، فمش هحولها. بعد ما احسب مفاقيد الشورت سيركت تيست اللي هي في المطلوب الثاني هعمل فيها ايه؟ احولها للبرايمري سايد بنسبه التحويل بتاعتي اللي هي 200 على 1000 كل تربيع. طبعا الاوبن سيركت تيست ما فيش فيه مشكله، ممكن تحسب الاي دبليو والاي يو عن طريق باور بتساوي في اي كوزين فاي، جبت الكوزين فاي، الاي اوميجا الاي دبليو بتساوي اي في كوزين فاي، والاي ام او الاي ماجنتيك بتساوي اي في ساين فاي، بعد كده اجيب منها الار والاكس ام.
يبقى دي المفق الاوبن سيركت تيست. بعد كده اروح اجيب الشورت سيركت تيست، اجيب منها اقول ان انا عندي الفي على اي 50 على 5 بيديني 10 10 اللي هي الزد، والباور بتساوي اي تربيع في ار، الباور 110 على 25 يديني الار، اجيب الزد تربيع ناقص الار تربيع تحت الجذر يديني مين؟ الاكس. وبكده بس خد بالك الار والاكس دول منسوبين لمين؟ للهاي فولتج سايد، لازم تحولهم لللو فولتج سايد بعد قبل ما تكمل الحسابات بتاعتك، وبعد وبكده تكون انتهت الجزئيه دي. طبعا هنكمل لان الجزء ده قليل جدا، والمحاضرات الجايه هتبقى في رمضان، فلازم ايه عشان ان شاء الله اخلص الشابتر ده الجزء الجاي. يلا يا سيدي تعالى بقى، انت دلوقتي معاك الدايره الكهربائيه بتاع بتاع الترانسفورمر. انا محتاج اعرف من الترانسفورمر ده ايه. ترانسفورمر معروضين عليا في الشركه بتاعتي، هركبهم على المزرعه، هركبهم على المصنع عشان اغذي المصنع بتاعي. ترانسفورمر بنفس البيانات ده بيحول من 110 كيلو ل 220 فولت، وتقريبا بيحول اللي يقول لك ايه ده المحول ده 50 كيلو فولت امبير، وفي شركه تانية مش صيني بتقول لك نفس ال 50 كيلو فولت امبير. المحول ده بمثلا ب 100,000 او بمليون، والمحول ده ب 2 مليون، لواحد غالي وواحد رخيص. اكيد في معاملات تانية بحكم بيها على جوده الترانسفورمر ده. ايه المعاملات دي؟ طبعا المعاملات دي معتمده على الدائره المكافاه. في معامل اسمه الكفاءه. ترانسفورمر ده كفاءته كام؟ على فكره المفروض ترانسفورمر بقى كفاءته في التسعينات، فوق التسعينات بشويه، لان ما فيش فيه حاجه بتتحرك، ما فيش حاجه ميكانيكيه بتزيد، ما فيش حاجه مش عارف بتحك، ما فيش الكلام ده كله. ده هو جهاز ثابت، مجرد مجال مغناطيسي بيمشي، فالدنيا فيه المفروض الكفاءه تبقى عاليه. فالمفروض اول معامل بحكم منه الكفاءه. تاني معامل اسمه الفولتج ريجوليشن. ايه الفولتج ريجوليشن؟ قال لي حضرتك المحول ده هو نولود، مش متوصل بيه اي حمل، انت مركبه على 11 كيلو اهو، تيجي تقيس الجهد بتاعي السنوي 220 بالظبط، صح كده؟ اول ما اوصل حمل اجي اقيس الجهد بقى 213، بقى 215، ازود الحمل الاقي الجهد بقى 212. هو ايه اللي بيقلل الجهد يا باشمهندس؟ خد بالك الجهد اللي بتقلل 11 كيلو زي ما هو، اللي بتغير جهد مين؟ السنوي. طب بتغير ليه؟ ليه بتغير؟ افتكر الدايره المكافاه كده؟ مش في ار واكس في اللي على التوالي بين البرايمري والسكندري؟ كل ما التيار بتغير الفولتج دروب ار زائد جي اكس هتتضرب في التيار، الفولتج دروب بيتغير، فده اللي بيسبب الانهيار في الجهد. فكل ما تكون المقاومات بتاعته كبيره هتبقى كفاءته قليله، هو هيبقى الجهد بتاعه قليل. طب انا عايز اقيس الفولتج ريجوليشن، لازم يكون عندي اقيس الفولتج ريجوليشن، لان انا وانا بغذي الاحمال الراجل ده قايل لي انا قايل لي هجيب لك كهرباء 220، سواء انت والشارع كلكم مشغلين كهرباء او واحد فيكم اللي مشغل بس. طب ايه الكهرباء بتقل كل ما احمل، فلازم اجيب ترانسفورمر واتاكد ان الفولتج ريجوليشن. ايه الفولتج ريجوليشن بقى؟ ان اتاكد ان جهد الراجل ده ما بيقلش عن ال 220 برقم كبير. طب اعمل ده ازاي؟ طب ما في محول من هقول له 220 ناقص الرقم يبقى رينج، ولا لازم اعملها له نسبه؟ عشان لو الراجل بيشتغل عند 220 فولت غير الراجل اللي بيشتغل عند 11 كيلو فولت غير الراجل اللي بيشتغل عند 12 فولت، كل الناس لها ارقام الفولت، فانا عايز احسبها له نسبه عشان النسبه بتاعتي تثبت. فاحسبها نسبه ازاي؟ قال لك بص، في الطبيعي ان جهد السكندري عند النو لود ده بقى 220 بالظبط، مفيش اي تيار مسحوب، وجهد السكندري عند الحمل بتاعك وليكن الفول لود، واروح اقسمه يا اما على ده يا اما على ده، مش هتفرق النسبه مش بتختلف كتير، فغالبا بقسمه عند الفي فول لود. فلما اجي احسب الريجوليشن بتاع الترانسفورمر اقول له الريجوليشن بتاعك المسموح لك بيه وانا بشتريه الريجوليشن يكون 3% 2% 5%، يقول لك ده الريجوليشن بتاع الترانسفورمر ده 15%، اقول لا شكرا الترانسفورمر ده مرفوض. ليه؟ الجهد بينهار مني عند الفول لود، الجهد بينهار عن الاوبن سيركت ريت. فبعد اذنك انا هختار الترانسفورمر اول حاجه بناء على الفولتج ريجوليشن بتاعه. بحسبه ازاي يا باشمهندس؟ باجي اجيب الفي سكندري عند اللا حمل ومش موصل حمل، واجيب الفي سكندري عند الفول لود واطرحهم من بعض واقسم على الفي سكندري عند الفول لود. في ملاحظه خفيفه قوي، انا الوقت المساله بتجيلي عند الفول لود، اجيب الفي سكندري نولود منين؟ اللي هو نفس الفي سكندري اللي مكتوب على الترانسفورمر.
مش الترانسفورمر مكتوب عليه 220 ل 1000، يبقى الفي سكندري نود هي ال 1000، هي القيمه الريتد. وخد بالك انت بتحل المساله على الحقيقه، ولا ممكن تكون اصلا محول المساله كلها عند البرايمري، فيبقى الفي سكندري نود هو مين؟ هو ال 200 ولا ال 1000؟ لا ال 200، لان انت مناقل المساله كلها فين؟ عند البرايمري. فبعد اذنك وانت بتحسب الفولتج ريجوليشن تاخد الجهود كلها او الحاجه اللي انت محتاجها تحولها تاني فين؟ في السكندري، وتعمل حساباتك. تمام يا شباب؟ والفي سكندري نولود هو الريتد بتاع الاله، لو الراجل ما كتبوش يبقى هو الريتد بتاع الاله، 220 ل 1000 يبقى الفي نولود هو ال 1000. طيب خلاص، دي معادله الفولتج ريجوليشن اللي هنتفق عليها، الفي سكندري نولود ناقص الفول لود على النولود او على الفول لود. احنا متفقين خلاص هنقسم على الفول لود، مالناش دعوه باللي ما بنحطش النولود في المقام. اتفضل. ايه؟ الفول لود هو اللي في المساله بتاعتك، اللي هتعمل حساباتك، هتطرح الجهد السكندري بيساوي جهد البرايمري ناقص اي في ار زائد جي اكس، حل الدائري المكافئ. لا مش بيجيب لك قيمه الجهد السكندري، مش هيجيب لك الفول لود، ده هو ده اللي بيتحل بعد ما تحل المساله. مش انت محمل الترانسفورمر وحاطط لود وعمال تحل دايره مكافئه بقى وتحسب الجهود والتيارات؟ الجهد اللي انت بتحسبه ده لو انت شغال عند التيار الريتد او عند الفول لود، الراجل بيقول لك دي بيانات الفول لود وحل المساله عند الفول لود، يبقى ده الريجوليشن عند الفول لود، يبقى ده الجهد اللي انت هتستخدمه اللي هو بيساوي الاي في مقاومه الحمل، مش مقاومه الترانسفورمر، مقاومه الحمل اللي بيركب بعد الدايره المكافئه. انا اهو بقى هنا المقاومه اي في الارض اهي، هو ده الفي فول لود. ده لو انا شغال عند الفول لود، على فكره ممكن يطلب مني الريجوليشن عند الهاف لود، الريجوليشن عند الكوارتر لود، الريجوليشن عند اي تيار يجيبه لي. فانا بحسب الجهد عند التيار اللي هو جايبه لي، واطرح جهد النولود ناقص الجهد اللي انا حاسبه على الجهد اللي انا حاسبه في 100% طبعا عشان تطلع نسبه مئويه. ده الريجوليشن. الكفاءه، الكفاءه بتاعه الترانسفورمر، اي اله في الدنيا كفاءتها بتساوي ايه؟ الخارجه على الداخل. جميل قوي. او سيبك من المستفاد والبتاع ده، مش بتعمل حسابات بتاع تجاره محاسبات، احنا انا بقول لك الكفاءه بتساوي الخارجه على الداخل، او الدخل ناقص المفاقيد على الداخل، او الخارج على الخارج زائد المفاقيد. صح كده؟ ركز لي في اخر الحته دي كده، الخارج على الخارج زائد مين؟ الترانسفورمر الجميل بتاعنا. في مفاقيد كتير ولا هم نوعين بس؟ مفاقيد حديديه ومفاقيد نحاسيه. يبقى الاوتبوت باور على الانبوت باور. خد بقول لك ايه؟ كفاءه الترانسفورمر خد بالك بتبقى ارقام عاليه جدا. ليه؟ لان زي ما قلت لك لا اله بتتحرك ولا فيها احتكاك ميكانيكي ولا فيها اي مشاكل في الدنيا، ده اله ثابته ما بتعانيش من اي حاجه. الكفاءه قلنا بتساوي الاوتبوت على الاوتبوت زائد اللوسز. خد بالك ان الترانسفورمر ما فيش فيه الا اثنين لوسز بس. يبقى الكفاءة بتاعتي هي الاوتبوت على الاوتبوت زائد الكبر لوسز وزائد الايرن لوسز، المفاقيد الحديدية والمفاقيد النحاسية، ودي المعادلة اللي هنشتغل عليها. طيب طبعا كفاءة الترانسفورمر بتتغير مع تغير الحمل، لو التيار 3 امبير الكفاءة مختلفة عن التيار 5 امبير غير التيار 20 امبير. هتقول لي ليه؟ ايه الحاجة الوحيدة اللي بتتغير في المعادلة دي مع التحميل مع تغير التيار؟ الباور الخارجة بتتغير ولا بتتغيرش؟ بتتغير. يبقى البسط والمقام هيحصل فيهم تغيير في الاوتبوت باور. المفاقيد النحاسيه بتتغير ولا ما بتتغيرش؟ بتتغير. المفاقيد الحديديه بقى، يبقى المفاقيد الحديديه ده اهي الرقم الجميل اللي هيتحط اهو، ده رقم ثابت الحمد لله ما بنجيش نحته، مهما تغير اي حاجه في المعادله الرقم ده ثابت. قال لي خد بالك دي المعادله بتاعه الكفاءه. ايه المعادله دي جت منين؟ قال لي بص، في اي كوزين فاي انا عارف ده، في سكندري في الاي سكندري، جهد الثانوي في تيار الثانوي في كوزين فاي، ده الباور الخارجه انا عارفها، الجهد عند الحمل خالص في التيار اللي خارج من الحمل خالص في كوزين فاي اللي بينهم، دي الباور اللي خارجه انا عارفها. امال ايه الام اللي في الاول؟ قال لي بص، ما انا مش كل مره هقول لك التيار 3 امبير والتيار 4 امبير، انا هقول لك الترانسفورمر ده مثلا بيطلع باور الريتب بتاعته 1000 واط. جميل؟ 1000 واط. أنا اشتغلت عند نص الألف.
يعني مين اللي قلل النص؟ التيار بس. اشتغلت عند نص الباور الريتد لان المعادله في اي كوزين فاي، فاللي بتغير عندي مين؟ الاي. اللي بتغير عندي مين؟ التيار. فالنسبه بيقول لي خد بالك الفي اي كوزين فاي الريتد ده هي عليا اجيبها لك واقول لك احسب لي عند الهاف لود، فتروح قايل لي بدل ما اجيب التيار عند الهاف لود اقسم التيار عند الاثنين. انا هقول له اضرب في ام، هقول ام في في اي كوزين فاي. انت عايز عند الفول لود يبقى الام بواحد، عند نص الحمل الام بنص، عند ربع الحمل الام بربع، عند 7/10 من الحمل الام ب 7/10. بدل ما اقعد اغير في التيار لا، انا بحط الرقم بتاع الباور واقعد اغير في الام. خلاص دي بتتناسب مع ام، ودي برضه هي هي، ودي ما اتغيرتش ثابته زي ما هي. ودي ايه بقى؟ ليه دي ام تربيع؟ لان المفاقيد النحاسيه بتساوي اي تربيع في ار بتاع الترانسفورمر. فلما التيار يقل للنص المفاقيد النحاسيه هتقل للربع، فلازم تتناسب مع النسبه تربيع. فعشان كده معظم المسائل بقى اللي بنجيبها اللي فيها الفكره دي بيقول لك ايه؟ اذا كان عند الفول لود الكفاءه 99% وعند الهاف لود الكفاءه مش عارف كام، احسب المفاقيد النحاسيه والحديديه من غير ما يتكلم، ما يقولش اي بيانات تانية. فمن المعادله ده اهي عند الام قال لي خد بالك اقصى كفاءه بتتحقق امتى؟ احنا ناس شاطرين في الرياضه وعارفين ان اللي لو رسمنا الكيرف ده مع تغير التيار هيطلع لي الكيرف اللي فات ده معادله تربيعيه بالشكل ده، دي معادله الكفاءه. طيب اقصى كفاءه بتتحقق امتى؟ بتعملوا حاجه كنتوا بتعملوها في الرياضه اسمها النقاط الحرجه، وبعد ما تجيبوا النقاط الحرجه تشوفوا هي نقطه ماكسيمم ولا نقطه مينيمم. هي احنا عارفين النقطه الحرجه هنا هتطلع نقطه ماكسيمم. طب امتى بتحصل النقطه الحرجه دي؟ قال لك عند يعني امتى الكفاءه بتبقى عظمى او اقصى كفاءه للمحول؟ قال لك لما المفاقيد النحاسيه تساوي المفاقيد الحديديه. طبعا المفاقيد الحديديه ربنا يهديها ثابته من الاول للاخر. مين اللي بيتغير؟ المفاقيد النحاسيه. وتساوي كام؟ البي كبر ريتد عند الفول لود مضروبه في ام تربيع. يعني لو الراجل جاب لي الريتد داتا وقال لي امتى تبقى الكفاءه العظمى؟ اقول له لا، الكفاءه العظمى ثانيه واحده البي اير نحطها في البسط والبي كبر حطها في المقام وهات الجذر بتاعهم عند نسبه التحميل 70%. يبقى لان لازم الاثنين في الحاله دي يساووا بعض. خلاص نعرف نحسب الام، يبقى لما اقول لك احسب لي الحاله اللي بيحصل عندها كفاءه عظمى تقدر تحسبها من المعادله دي. تمام؟ ده بالنسبه لحسابات الكفاءه. انا ما جبتش مسائل على جزء الريجوليشن، حاولنا نجيب مسائل بسيطه بس كده على جزء ايه؟ الكفاءه. بيقول لي ايه؟ 11000 ل 230 فولت 150 كيلو فولت امبير. ال 150 كيلو فولت امبير بتاع الترانسفورمر دي الباور، دي الاس الباور الكليه، في منها جزء باور وجزء حاجه اسمها رياكتيف باور. عايزين نجيب الباور منها بناخد الرقم ده ونضربه في كام؟ في كوزين فاي. الاس الباور عامله كده يا شباب، دي الباور اللي احنا عايزينها، ودي حاجه اسمها رياكتيف باور كيو، ودي الاس اللي الراجل بيجيبها لك. القدره الظاهريه الاس هي الجذر التربيعي البي تربيع زائد كيو تربيع، او الزاويه ده هي فاي. فاي هي اللي انت كنت حاسبها في اي كوزين فاي. فبعد اذنك انت لو معاك الزاويه فاي او معاك قيمه الكوزين فاي ومعاك الاس يبقى عرفت مين؟ الباور. اس في كوزين فاي. طب في ملاحظه، الراجل لو قال لي الباور الريتد يبقى استخدم الباور نهي الاس الريتد. الاس الريتد ده في المساله اهي، يعني ايه 150 كيلو فولت امبير؟ يعني ترانسفورمر شغال عند 150 كيلو فولت امبير، ده الريتد بتاعه، دي القدره الاسميه بتاعته. بس دي اس قدره ظاهريه، عايز اجيب منها القدره الفعليه يقول لي استنى خد الباور فاكتور اهو. اقول له بس هلا اس في الباور فاكتور او اس في كوزين فاي يديني الباور. تمام؟ فبعد كده طبعا 50 هرتز كور لوسز، المفاقيد بتاع القلب المفاقيد الحديديه ب 1.4 كيلو وات. الحمد لله دي المفاقيد الثابته معايا، كنت فول لود كنت هاف لود، الكور لوسز او مفاقيد القلب الحديدي ثابته. طب والكبر لوسز ب 1.6. خد بالك الكبر لوسز، الكور لوسز قال كور لوسز وسكت، انما الكبر لوسز وهو بيقول قال لي
فول اف ال، فول لود كبر لوسز، يعني الكبر لوسز عند الفول لود، لان الكبر لوسز بتتغير مع تغير التحميل. طيب بعد اذنك ديترماين ذا كيلو فولت امبير لود فور ماكسيمم افشنسي. اول حاجه امتى يتحقق الماكسيمم افشنسي؟ احسب الام الجذر التربيعي لبي كبر على لبي كور على بي كبر، بي ايرن على بي كبر، اهو حسبت الجذر التربيعي، طلعت الام اللي هو جذر الرقم ده. طيب جميل، انا مش محتاج منك الام، مش محتاج منك نسبه التحميل، انا عايز اعرف الكيلو فولت امبير او الاس برضو عند نسبه التحميل ده. طب ما هي سهله، ما انا عندي البي، لو عايز اجيب البي عند نسبه التحميل ده احسب كام؟ ارجع للمعادله بتاع الكفاءه اهي، البي عند نسبه التحميل لما نسبه التحميل تتغير بضرب في ام بس، بضرب البي فول لود في ام، فمعنى ذلك ان لو حبيت اجيب البي هضرب في ام. طب لو حبيت اجيب الاس، ما هي الاس فرق بينها وبين البي ايه؟ كوزين فا، وكوزين فاي مش هتتغير، يبقى لو حبيت اجيب الاس هضرب في مين؟ في الام برضو، يبقى الام في القيمه في النسبه بتاعه التحميل بتاعتي، جبت الاس في نسبه التحميل خلاص جبت الاس اللي هو عايزه. الاس ريتد 200 اه يعني 250 غلطه، معلش تكتبها فوق 250 معلش. ماشي جميل. ذا افشنسي اوف يونيتي باور فاكتور، اه فور ماكسيمم افشنسي ات يونيتي باور فاكتور، الراجل جابها لي عند اليونيتي باور فاكتور، يبقى الباور فاكتور بكام؟ الباور فاكتور بواحد، يعني الكوزين فاي بكام؟ يعني بواحد. يونيتي الاس هي البي، فالراجل اللي استخدم معادله البي هي نفسها معادله الاس، لان الباور فاكتور بكام؟ بواحد. كان ممكن على فكره يطلب الاس عند الماكسيمم افشنسي ويقول لي كان الباور فاكتور بواحد بقى بثمانية من عشرة، يبقى احسب البي هناك وارجع احسب البي هنا وبعدين اجيب الاس من البي. تمام؟ بعد كده ذا افشنسي ات هاف فول لود والباور عند الهاف لود وعند الفول لود، هاف فول لود يعني نص الحمل الماكسيمم، يبقى عايز الباور عند الهاف لود، عايز الكفاءة عند الهاف لود، والباور فاكتور بكام؟ بثمانية من عشرة. اكتب المعادلة الجميلة بتاعتي، الباور بكام؟ 150 هاف لو 250 طبعا هتقسم على الاثنين يبقى كام؟ يبقى 250 هتضرب في ام اللي هي نص، يبقى 250 في نص في كوزين فاي، ده الباسط المقام 250 في نص في كوزين فاي زائد الكور لوسز 1.4 من 10 زي ما هي. الكبر لوسز بقى 1.6 من 10 في نص تربيع يعني في ربع، فتبقى 4 من 10 كيلو وات، يبقى التوتال لوسز طبعا 4 من 10 زائد 1.4 من 10، وطبعا الباور خدها اهي هنا حطها 150، خدت بالك فين اللي 150؟ فتعدل دي خليها 150 معلش. تمام؟ هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. طيب جميل، تعال نشوف المثال اللي بعده ده. بيقول لي البي 1 وبي 2 دي رموز للايرن لوسز وللكبر لوسز اوف ا ترانسفورمر اون فول لود، يبقى البي 1 والبي 2، انا ما يهمنيش البي 1، انا يهمني البي 2، دي الكبر لوسز امتى؟ عند الفول لود، والبي 1 هي الايرن لوسز. فايند ذا بي 1 وبي 2 ساتش ذات ذا ماكسيمم افشنسي بتحصل عند 75% من الفول لود، يعني الام بكام؟ بعلامه 7.5. اقول له جميل قوي، الام بعلامه 7.5، معنى ذلك ان الجذر التربيعي لبي ايرن اللي هي بي 1 على بي كبر بيساوي كام؟ 75%. جبنا نسبه بين البي كبر والبي ايرن، او جبنا البي كبر بدلاله البي ايرن لان البي ايرن ثابت. طيب جميل اهو، قال لك النسبه بينهم وبين بعض 9/16. طيب هو عايز ايه اصلا؟ فايند ذا ريشيو بس؟ خلاص شكرا كده الجزء ده خلص. على فكره المساله بقى هتيجي تكمل بعد كده، هيطلب منك بقى يقول لك اذا كانت مثلا كفاءه عند الفول لود، لو جه في المساله دي وقال لي الكفاءه عند الفول لود ب 80% او الماكسيمم افشنسي دي ب 80% وجاب لك قيمه الباور، اعرف احسبها؟ احاول اوجد معادلات اقدر اتعامل معاها. ما شاء الله، هنحل بس المسألتين دول وخلاص.
نبقى نسيب الجزء الاخير في المحاضره دي مع المحاضره الاخيره، يبقى دي اخر محاضره في الترانسفورمر. بيقول لي ايه؟ 200 كيلو فولت امبير ترانسفورمر هاز ان افشنسي اوف 98%. الحمد لله جاب لي الكيلو فولت امبير بتاعه وجاب لي الكفاءه 98%. فين الكفاءه 98% دي؟ عند الفول لود. اف ذا ماكسيمم افشنسي اوكيرز ات 3/4 اوف فول لود، يعني عند 3/4 الفول لود، عند 75% من التحميل. جميل. كالكوليت ذا افشنسي ات فول لود اسيوم نيجليجابل ماجنتايزنج كارنت اند الباور فاكتور ب 8/10 ات اول لودز. الباور فاكتور دايما ب 8/10. اقول له جميل قوي، الباور فاكتور ب 8/10، يبقى الباور عند الفول لود ب 200/8، ودي اول حاجه. خلاص كفاءه الفول لود اللي هي 98% دي بتساوي كام؟ 200/8 على 200/8 زائد، جاب سيره البي ايرن؟ لا، يبقى زائد بي ايرن او اكس. زائد جاب سيره البي كبر؟ لا، ما جابش سيره البي كبر، زائد واي. يبقى المعادله دي فيها كم مجهول؟ اكس وواي، ودي معادله، يبقى انا عايز كمان معادله. الراجل قال لي في المعادلة الثانية إن الأقصى كفاءة بتحصل إمتى؟ عند 75%، يعني إم تربيع في البي كبر اللي هي في واي، 75% تربيع في واي بيساوي كام؟ إكس. جبت علاقة بين إكس وواي ولا لأ؟ آخد دي وأعوض فوق، جبت الإكس وجبت الواي، بس هو الراجل عايز بعد كده إيه؟ خلاص جاب البي كبر والبي والأيرن لوسز، بعد كده بقول لك احسب الكفاءة من إيه؟ calculate the efficiency at half load، احسب الكفاءة عند الهاف لود. اقول له جميل قوي، انا مش لسه حاسب الباور فوق؟ 160؟ اه 160 في 8/10. خلاص بقى، لا ده هي مستمع ضرب 8/10، تمام. يبقى 160 في هاف لود في نص على 160 في نص، زائد البي ايرن لسه ثابته زي ما هي، لسه حاسبها، زائد. صباح الخير يا ريس. خلاص ماشي. المثال الاخير معانا النهارده هيبقى لسه معانا بس الجزء بتاع الفول داي او الاول داي افشنسي اللي هي كفاءه اليوم الكامل. ما خد بالك الترانسفورمر طول اليوم مش متحمل ب 1000 امبير، ده شويه 1000 وشويه 80 وشويه 70 طب نحسب الكفاءه خلال اليوم بقى بكام؟ فدي هنبقى نحسبها، وده اخر جزء حسابات. بعد كده هناخد شويه حاجات نظري كده اللي هي ايه بقى، الاوتو ترانسفورمر والترانسفورمرات اللي بتشوفها في المحطات والحمايه الميكانيكيه بتاع الترانسفورمر والحاجات اللي انتوا هتتعاملوا معاها دي. تمام؟ 25 كيلو فولت امبير، يبقى دي اس هنحتاج نحولها لبي. سنجل فيز 2200 ل 220 هاز ا برايمري ريزيستنس اوف 1 وات اند ا سكندري ريزيستنس اوف 1 وات. ماشي. فايند ذا ايكويفالنت سكندري ريزيستنس اند ذا فول لود افشنسي ات 8/10 باور فاكتور. اف ذا ايرن لوسز، اف ذا ايرن لوسز اوف ذا ترانسفورمر از 80% اوف فول لود كفر لوسز، يعني بعد ما تحسب الفول لود كفر لوسز بعد اذنك اضربها في 80% يبقى دي الايرن لوسز. ثانيه واحده، وعلى فكره 1 وات و1 بتبقى غلطه من الكتاب، 1 وات و1 من 100 دي هي 1 اوم و1 من 100 اوم، فبيبقى غلطه بس في الكتاب. طيب الراجل جايب لي مقاومه البرايمري ومقاومه الثانوي، يبقى هعمل الكفر لوسز مرتين، مره بتيار الابتدائي ومره بتيار الثانوي، او اجمعهم مع بعض في مقاومه واحده، يبقى 1 زائد 1 من 100، صح؟ لا، لازم هعمل نسبة تحويل. فأنا لو نسبت كله للابتدائي، لو نسبت كله للابتدائي هو هينسب كله للثانوي، خلاص ينسب كله للثانوي، يبقى 1 من 100 دي مقاومة الثانوي. مقاومة الابتدائي هتفضل 1 ولا هتبقى 1 على 1 في N2 على N1 الكل تربيع؟ يبقى 1 في 220 على 2200 الكل تربيع، يعني 1 في 1/10 الكل تربيع، يعني 1 في 1/100، يبقى هتبقى برضه ب1/100. يبقى مجموع المقاومه بتاع الترانسفورمر 2 من 100 ده منسوب للثانوي. طيب بعد اذنك تيار الثانوي بكام؟ ما انا معايا الجهد اهو، معايا الفولت في مش الاس دي بتساوي في اي؟
يبقى ال 25 كيلو دي هي عباره عن في في ار. طب انا معايا جهد السنوي 220، يبقى ده على 220 اديني التيار، خلاص معايا التيار. اي تربيع في ار يبقى دي الكبر لوسز بتاعتي، خلاص اي تربيع في ار دي الكبر لوسز بتاعتي وجبت منها الايرن لوسز. اروح احسب الكفاءه بقى، انا عايزك الباور فاكتور كام؟ 8 من 10 فول لود. عايز الكفاءه عند الفول لود يبقى خلاص 25 كيلو، خد بالك كلمه كيلو يعني 1000، 25000 في 8 من 10 على 25000 في 8 من 10 زائد البي كبر زائد البي ايرن اللي حضرتك حسبته. ده كان جزء الكفاءه، وده كان اخر جزء معانا النهارده. حد عنده اي مشكله في الجزئيه دي؟ يبقى احنا كده خلصنا الدايره الكهربائيه بتاع المكافاه بتاع الترانسفورمر، وما اتكلمناش على مسائل صعبه فيها او معتمده على الدايره الكهربائيه، هناخد عليها بس جزئيات سهله. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على الهول دي افشنسي، كفاءه اليوم كله، وبعدين بقى نتكلم عن انواع من الترانسفورمر هنشوفها ونتعامل معاها، هنعرف اسمائهم، نعرف انواع التبريد في الترانسفورمر، شويه حاجات ميكانيكيه كده هتحتاجوها في الترانسفورمر، عشان ان شاء الله بعد كده نخش على ايه؟ على الشابتر اللي بعده. مش عارف المحاضره الجايه اللي هدخل لكم ولا دكتوره سما، بس غالبا هتبقى الجايه واللي بعدها يعني.